بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة الشؤون الضواحي والقرى بالشارقة، اختتمت مساء أمس في حديقة النوف فعاليات مهرجان ضواحي بنسخته الثامنة. بسيل من الألعاب النارية التي زينت سماء ضاحية مويلح بالشارقة، اختتمت دائرة شؤون الضواحي والقرى فعاليات مهرجان ضواحي ثمانية، والتي تواصلت فعاليته على مدى 3 أسابيع في حديقة النوف بمدينة الشارقة والقرية التراثية بمليحة، حيث تميز المهرجان في عامه الثامن بالمدة الزمنية الطويلة والمناسبة للأهالي خلال فترة الإجازة المدرسية. بداية نشكر كل من ساهم في نجاح هذا المهرجان، سواء بتلبية الدعوة بالحضور أو المساهمة بالوسم الخاص بدار شؤون الضواحي والقرى أو الفعالية نفسها. الحمد لله حضور مقطع النظير، نرى دائما في كل يوم الابتسامة مرسومة على وجوه الحضور والأطفال. هذه هي غاية المهرجان، إضفاء جو ترفيهي في إجازتهم. طبعا احنا دخل معانا هالسنة اللي هي السحوبات على الجائزة الكبرى، عبارة عن سيارات ثلاث، كل نهاية أسبوع كان في سحب على سيارة اللي هي الميني كوبر والسوزوكي جيمني. طبعا اليوم الإقبال ما شاء الله كبير، أنه اليوم الختامي وما شاء الله في جوائز متنوعة، من غير اللي هي السحب على الجائزة الكبرى في جوائز متنوعة من الهدايا الإلكترونية، من الهدايا المنزلية. الفعاليات لم تغب طوال فترة المهرجان والتي جذبت الأهالي برفقة أطفالهم، ففي كل مكان هناك نشاط يعزز من الترابط الاجتماعي والتواصل الأسري بين الأهالي في أجواء احتفالية وترفيهية مليئة بالمسابقات والجوائز القيمة. مهرجان ضواحي مهرجان متميز، وأنا دائما أكون حاضر من ضمن الجمهور، ودائما نستمتع بالمسابقات والأقسام اللي موجودة في المهرجان. احلى شيء بهالاجازه ان نصير هاي حديقه النوف، مره حلوه، وانا اكلم ربيعاتي عنها عشان يزورونها، ولقيت من ربيعاتي ووايد حبوا المهرجان. ضواحي ثمانية اعطى الفرصه لافراد الحي والاحياء القريبه بالالتقاء وقضاء اوقات ممتعه من خلال المشاركه والتفاعل الايجابي مع برامج المهرجان المتنوعه. الله يبارك فيكم، شيء يعني بصراحة ما أقدر أعبر عن فرحتي، الله يبارك فيكم يا رب. وفي هذه المكالمة يصف أحد الفائزين شعوره بعد فوزه بالسيارة الثالثة والأخيرة في مسابقة الضواحي الأسبوعية الكبرى، ليكون مشهد الختام مميزا ككل عام. ها هو مهرجان ضواحي ثمانية يسدل الستار على فعاليات التي استمرت طوال 3 أسابيع، والتي كانت مليئة بالفعاليات الثقافية والترفيهية والتراثية والجوائز الكبرى. يخبر الدار، وليد الأصبحي، الشارقة.